السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. يقول: ما المراد بالعين الحمئة؟ عين الحمئة من الحمأة، وهي الطين المنتن. الطين المنتن يقال له حمأ. خلق آدم من حمأ مسنون عليه الصلاة والسلام. فالحمأ هو الطين المنتن من الماء. نعم.